اقنغ بدايت مثلا سي مثلا كي جي تما واش قانون كان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. واش قانون كان هو؟ قانون توحسب انكم قص انكم. انكم طافي وغزا. جي سود دي بني بوعياش. يي تواق تسمى جاي مزوان بني بوعياش. توحسب حيز هكيدا. ايوا ايوا تبارك الله. صار هكذا من ذي من ديني؟ لا من ذي فافا. لاكس فافا الفصة. اه مخلط يدير كسيف واقيلا ياك كسيف هو شكون واخا موت نقا غي فوناسن راه سجل كي نغي تجيني نقا غي فوناسن كذا كذا سنشي عم جيت تساوم انايا هي تساوم خير تساوم تساوم خص مازوت تساوم خص الطو غايدا غنو غايدا غنو هو الطو خربي يعني 22 كذا سن يستلك لا خربي مازوت روح قا توالي روح قا غير فانك عاود 10 دراهم مليات روح عاود هاي موتو مقاني تهني يستهلك راه باش تسود مانا يا قتوري يا خربي خربي خو زار مجات مجات منايا يا مجا اختي واخا ديبا نازلكس واخا مينو بقيت شي ماشي ديبا نازلكس خو انا وانا بو البديل ديبا نازلكس روح يفون اسن يا روح قام يا خصها شوي لانكريت خصها شوي نينات باش تجي عندها شحال 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 كتمرو فافا يا شحال شي حاجه شحال شي حاجه شحال شي حاجه خصها تعاود واش معاك مريم كاينه يعني قزار تكس تعاد تم مزيان تكس تعاد. لأنه غنخشي وغنخشي ما نظن يا مزا قليل. غنزاو تجي شي غير تجي ونزا ياك. باش نكفان كدوني وغانا غوتوري نلقى نسي ولي تجيني راس راس الملك سنان اخ. سنان صحيح. اشك مليح وفيهم مليح الاخوان غني في الجاح غني مساكنو وغاسن شي قاع. واخا شي حاجه وغاسن شي قاع كاين من ديام ونيتين الفصه. خاصة شي حاجة. كان وطاو انت طبات شوي سا شوي سا زغار هو تولد روحو قام لا مالا ود سبع شهور تخلص وتجي شي وتجي شي تما هي قاي وذا غالمو ثقا قلنا يعني افجح استفاد 10 قيميه شكل كسيده سميه قيميه اذن وثالثا زيد العاود غا يخيفوا الناس مثلا هناك الا قطعنا انا مثلا نشرى قطعنا 5000 5000 درهم 5520000 90 درهم مثلا شكي ويد عامين يقطعك يقطعك من ايد يكسيك واخا من راه الجمعة قبل يكسيك صحيح صحيح انا عدا غينا تذمة انا عدا غيفونا سنة نزا ياك نديري موت انك يفونا سن انا اتفنسي تسعي فونا سن تسعي فونا سن اخش مي غنروح ديك انسي ورك يفونا سن هي ان شاء الله صحيح تذمات شكرا بارك الله فيك شكرا المشاهدين بارك الله فيك بديت مثلا سي مثلا قنغ دانيتين الساد زين خو جان بني بوعياش دي مزوان ماني انت في مثلا غدا في الجاح سكت الجاحني مزيان انت في كاع شي حاجه الفصا غاسمي زي عد تقي فوناسن العلم فوناسن قنقجن تعيش نمشي اللحظات الاخيره وغاسمي غش نعرف يغرى في الجاح يتعانى تاسا مواسي المعمل عاود تخيس نمشي شفين المعمل يبلع وتيف مي غزنز نشف يعني شف في الجاح مزيان يتعانى غطاس بداك الشيء مزيان الواقع مخيت الدا وفجاح مزيان قيمتها كاينه غنعدات انزاتي فوناسن نو مثلا الى حي سمينك ومثلا فؤاد انا حنزاي فوناسن ياك مخين ما صحن شي مال لا ما غاس من مزرا صحن وانا مزرا صحن قد الصحه الماكله انزا ما يجا ما غاتيش نعرف مال لا ما فهمت عرف روح عرف قاتوري من هذا مع انت ويت سطوناش روح انت ويت سخين شيت انا حنزا يلا اخويا مت فؤاد او حنزاي فوناسن انا يجيني قباب امتحانو تباب امتحانو تاسك 5 6 مليون من داك غيوش بابورو مي تاسخ من داك غيوش اقل لا الانسان راه شي داك نرد بقى تسلحي راه تسلحي نيشان واخا يقرع شي ولكن يتسلحي صحيح لان قرنت انت غاسج بلاص ما يخدم زداك سروخا اكسي وين اكسي وين اكسي وين لقيت عماله كي في الجحن ناس تقعد في الجحن قاع خصني ناس خصني ناس 30 40 مليون مثلا مزيغ يخدم انت قاك مزيغ يخدم من حقهم صحيح راك الحق يلا ومت فؤاد انا حنزيفو ناس مخجان بدايت مثلا سويت مثلا قنغ كي كيفو مع دانيتين كي في الجحن استاذ يقريم الحسيمه بالضبط زين واحد من بوعياش عاد نسوارك فوناسن مخجان مخجان الوضعيه في الجاح دانيتين مربي الكساب فوناسن اواني يومي غيبلع المعمل وشفاي حليب الريف ذاكي مزورن بالضبط مزورن يقليم الحسيمه ثم خويا فؤاد باش توضع المشاهدين الكرام يعني كي الصوره الحقيقيه مخ تعيش كنيو بالخصوص فوناس نزار غدو شي ذا سندا تنشيني نث ملايين افان الزيتون افان الزيتون لان نعم. لان ما خلنا قبل شي سبع شهور ما نتخارس
لانه اذا خدت جيسن شاي وثاني سبع شهور ثقا نويت اذا خدت شي ذا قاس الا سابقا ذي نيت طماطول كي نخرس مثلا جوع عنش تدريج جوع عنش تدريج اش خدت نقي شهر اش شهرين اش خدت نقي درت شهور ايش عامين نويت متتاليه غما طوم نروي روحها غا سبع شهور متاخر اش درت شهور قبل قول ويت سبع شهور انا غوشي نشقى افجح لان من غاس كيما انايا غاس ثنتين 10 كيميه كيما خرا يخدم قبل ما نرى 10 كيميه وذا شتي شيء لان راه عرف يغرى رومي يغرى لان رومي ماني كيلو خت ثنتين كاع بعرف فانك اير باكيت لان روح 10 كيميه وذا نغت شتي شيء المعمل اللي ويت سبع شهور يكسياك 100 كيميه من داس دوشي ديك السياك لان يجوع يجوع في الجاحه وانيتين شني جوعنا يجوع الحيوان وانيتين وتجي شي فوناس 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 وتجي شي تتفان الزيتون فوناس انت غاس التغذيه ينس خاصه غاس التغذيه ينس خاصه تيري موازنه نس الاعلاف سيناث مثلا رعرف يمديش منظر يمكن السوجا المهم بزاف بزاف ماركات نعرفوا ذي الاعلاف مثلا مكناس فاس الدار البيضاء وكل من يستعمل زي الاعلاف وانت فروخه مثلا افجاح كسيب بقى توري لنا خذ الزور بقى تركسيب بقى تمتها ضعف اخويا ضعف مع السيف ما تضعف لان الماكله ينسو تجيشي مو تجيشي متوازنه ضعف بزاف ضعف بزاف افو ناس مثلا هذه 15 كيلو نعرف تشد 2 كيلو السيف ما تضعف يخصيت هذه مثلا هذه الفصاغ هذه الشرو تشد سفان الزيتون لان شنو تيف ميزي غنسو باش نزعف فا وتيف ميزي غنسو باش تصوص المازوت تصوص الطوط المازوت قد نموذج الثمن خيالي قد يسنيت الجميع برما نين الثمانينات نعم الطوقف هذا لك مثلا شين غانغ السويع وغانغ ساعات مثلا ذاك شين الدعم مثلا مرات الطوقة توردقك الشوط الاول الثاني الثالث يعني تشك ديج رقم خيالي يعني قاك حد بلع على حد وهوال وانا عقب مثلا غال المعمل مثلا المعمل سير انا خويا فؤاد شي حاجه في المعمل انا عقب مثلا غال المعمل بزاف مثلا ذي ودان وستين شين غال المعمل وتجي شي المعمل الخاص الشخص وثين ايش المعمل اسهم ذاك السيد نهار شي 12 وزما قدامش لانه غايب المعلومات حد يقاك 2 مليار حد يقاك مليار و700 حد يقاك ولا كاين المعلومه غير صحيحه باش ان قداني شان ولا كاين الدعم قدين لان فقد صغاس الصين نان ثلاثني المعمل هنا اتكو تسمى المبلغ 12 تسمى خصها المعملنا اسكسي بنا خص تكون جميع ماتريالي ناس مثلا ماكينه وشفايو كاتون دانون المهم جميع المشتقات مثلا تفديها غواس شي ما ناين لان شنو راه غانا نتيجه المعمل ذاك وعقيوني بوعياش نوفاغو سين ديك السيني ماكينه في مزيره نخدم شي نص ديك وحين خصني ندوي عند المعملين باش نزدك تخدم لي ديال المعملين وفنخس اما اختواري غنش اذا شكون متوسط تكسيد الحوايج السيار اذا وراك هين شي وثانيا وثين الاتحاد التعاونيات خصها مثلا مكور درت شهور اما خنت وراه غير مكور ست شهور قسنت الجامع يتوقع يجي الجامع العام مثلا حتى عندك الجميع في الجحان تشرح مثلا المشاكل المعمل ما خيكو واش غاس الانتاج واش غاس التسويق واش يتحقق شي الارباح مو يتحقق شي المعمل هوانيتين باش هذه السنتغو في الجاح من حيث يقو من حيث غير ينتج ما ذي ينتج يعني كيركسي باف ما ذي باد ما ذي وكنا تقلل الجامعة العام لرندفت شو رنست شو روالو حتى يتبلع خذين عاشين انطاح غاسن ذي اني مثلا انحتاج تسند المسؤولين تاويند مثلا تاويند الشرطة ثين من تقلل هنا تنسل الخدمة تنسل ضرورية دياس لأنه شميدة صغير بعد حنا دياس قال الخدمة واخا المعمل اخويا فؤاد واخا المعمل قيبلع كني ومي غبلع المعمل لا واش عرمناكم منين قنت على اساس 12 سبع شهور قبل ما تغرس واش عرمناكم واش راه غناكم داك كيسند قيمه ماكس حال المعمل لا باش زعما داك نيوت واش ربما الفكره لكم قال الحل المنيا ويسناين مو خزار شكي يعني تسمى يعني الحل المشكله وانيتين الحل وانيتين شتو غير المشكل ندينا هذه خير يعني المسيرين نشين وخ نقطر حن التاج السؤال إيه بالعاخذين عاشين الجيش تبدل غاز قوات يعني أفجح إذ ورد ذاك المنطقة ويسوي ولو
صراحه الانسان خصو يسور خصو يسور الواقع، لان شكل المسؤولينك نغدا ميغ مثلا ديجو خدام ديني ذي المو ديرني من ما يعني ذا خدامين ونش، لان اش مولو سو شيخ شي ساغ شفاي ويخدم شي ميغ يخدم انت غير تخلص نص مليون و500 نص مليون و200 نص 800 الف نغدا 400 الف كيخدم اكيد شي جون باترونيس. وثانيا تحسن زلاكاي مزيد جا حسن زلاكاي تغاس لا سينيسيس امان داينس اضمنت بكرشا شو غايل سينيسيس لا والو غاير تيجن حاجه شو غايل تيجن حاجه مثلا ذلك غروخ يخص 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 الزوار زي القطعه وانيثين هاد الزغ باش داوي موروس يخشي يما وثانيا الدولا شو غايل تاري والو غايل ورا سورانس واخا كيم سايتا الصور تسماك خرا سورانس زيد تفضل ماشي حاجه تفضل وثانيا تشمي غاستاه الدين وكي تشبر وخت انت من هنا مثلا انت مثلا ذيج الشخص مثلا غاس التعاونيه غا من شنين غاس التعاونيه غا من شنين مثلا ذي المسؤول ذينا المسؤول ني المسير من معنى دي فو هذاك واش الفكره كفكره ودي قاشي المعمله قنكو نكو مثلا نكو قود التحقيق والارباح نقا غنخصايا مثلا غنخصايا التسويق ني غنخصايا ذي اكي اكي هذاك 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 هيني المشاكل المعمل وتجي شي بالاخ المشاكل اللي جيت ندم الشهر ام الشهر ما نايني انس حتى يجنها مثلا يوقع الافلاس مثلا ما ما خي قانت اي بالله ذاك كوا فيك سير مفتاح يوهو شكين داش نيداي قبل ما الى نستور نشد الشك نيداي قاموث الناي تسعيف وناسن موث الناي تسعيف وناسن السيوي راه شويه تكيف وناسنا واش توصل شي تعويض زاد الدوله زاد وزاره الفلاحه نيغز السلطات النغنين نيغز المعمل نيغز واش عوضنا شي كيما انايا ما يسيد غاك حد من لا سيرا شوف النقطه يا النقطه يا ثاني التليفون دايم موثان وصين دغا يسيد غا يجد الشخص اكيد سجن يجي من نمس الفلاحه انك نجز انك قوسي هذيك هذيك المحضر ينص انك تقدم غير العماله يفونس ازار الى غروخت الاثنين راه غادر يفونس كيضمر يزيفان يسوانثان سوانثان سوانثان كسين الحجه يفونس الناي ميخت ميخت حاثن اثنين وسين ديو ذنزي المديرية وسين دا كيش نجن الشخص وسين غشي سنخ ثامية سي سموها وسين غشي اينا في المهنة ينسمين يخدم قيد ولا مثلا ماذا في الجاح ما المعاون وها ما يساعد يثندي ما جاسني في الجاح المهم شو ما جن حاجة الانسان مرت يسين شو تيقع شي غير المحضر انسان عقبا دعاوال عاود عقبا درت معرض تسند غاي وإذا تقدم لا الدعم لا شي حاجه لا والو الا كي اخر ثانيتين عقبا دغاي يجن من مزداك سنزين دغاي يوسين زي الفلاحه واش هنا يدراثين كيلو في الساق الانسان واخا ما قدم شي حاجه الدوله شي المساعده خصها تيني واش هنا في الصن 30 كيلو 30 كيلو في الساق 30 كيلو فافا سبع سنين يعني تبع 30 كيلو ديج حاجه بالنسبه واش تيقوشي ما ضاربي لا تيقوشي يعني تزاعل ولكن المشكل دوخ ما يقيم مي زيت غا زاعل باش ما السريخ السريخ تنس البترو السريخ تنس المازوت ما يجي 12 قاش فين هذاك السيخ تاع وجدا يظن بعدا غارينا نهضر شفاي سكور شي زي وجدا ولا وليا تروي عليه ما غا ما غا انا كشفاي انا كشفاي انا كشفاي كاع ايبيكا لان من حقهم مثلا نقصيت شنين جمعيه التوموبيل ساد جمعيه غا المعمل زي المعمل مثلا نقليت التوموبيل يدويه ومثلا يمكن وغاسبوني بيد خدم مثلا نقليت مثلا حتى الدري واش يجو يجي المسافه المغا يمكن شفيني لي بيكاد ديال هذه الشر يعني ما يوسد قال وني تسمى يوسد هذه الشر اتشميك صغير فارغ الدواء يتبان دو شفيني غير من حق هذاك ينكسيت لان تقنا نخت واخا نشنين دانيتين تقنا نخت ما راش في بيكا تاع راه يكثر من حقه لانه زمان الصعده يخص غادي يخص غادي يحفظ سلامه الانسان ما تجيش وتجيش ضد الفكره يا غلا غير العكس ماذا زين شك الدغاس من حق الى شعريتي مثلا يعني شفين بو ديما حقي اذا شفيني يوجو في الجاح يمكن هذا السكر طبيب يا هذا سيراقب هذا سيراقب في ناس يمكن في ناس تستيراقب وحده يمكن غاشي المشكل كيفاش ميزي خصها شفيه ميزي خصها واش التمويل مول غاشي النبيرة يعني بو ديما خصها شفي انا غانغينا دوني مثلا نخسي دانيتين غانبني بوعياج زيني بوعياج تخسي ذا الدري واش يعني شفيه ونيتين يتوضيها مثلا يتوضي خدمني انا خص عشرين سوايع يعني ما ريتجا شي حاجه نرحموه يشرو شفيه
ايوا يعني وتجي شي حاجه يعني شي بين بعد الميكروب يا المسافه، حاجه بين بعد المسافه. بعد المسافه خاص وينتج المشكل زي شي حاجه تنغني. وثانيا رخان شي نشفي يعني تي تلقى ما ينقص 70 درهم 70 درهم و50 روخ من زيد نلقى بحال هي نروح هذا نشري مثلا نشفين زنوزه 70 درهم و20 مثلا نفارق 20 فرنك مثلا ايش فرنك تاع التعاون مثلا نخدم نخدم ايش فرنك تاع الدري واش مثلا انت باش نروح ادرق انك الصايع يمكن نشفي شي نقص تخرج 7 دو يمكن 6 دو يمكن توري يمكن 2 درهم قاع لان غنخصايا غنغمازوط غنخدم غنغمازوط اخدم وجي جوا اخدم ترانسبور طوموبيل ترانسبور طوموبيل نجمع مثلا كي المنطقه غير في الجحان يعني الصياوانيتي اخشكم مضيعين اخويا فؤاد زعما على عسى من تقادروا خا يعني اخشكم كي جواور نعم خلا نعم تفضل تفضل جواور جواور مثلا جواور تسرات غالمسؤولين شقاغنش قوارا ونيتين تصريخ وثنين ولا نتقدم نقول جد جد ونتقدم نقول حجة مثلا قانا قانشين ذاك مليار و500 مليون ومع واسقي المعمل مليار ونص مليار ونص شنين شين كانش نعم هاف جاه توري غدا يتقدم حتى درهم من الدعم لا وبالتالي نشتاسل وخاد غاز نذور من بعدك نوضح شي حاجه واني نقي التسويق مثلا حتى يجن حاجه مثلا نقي التسويق شو توري غاني ولو نعم ذيني ما خذاك ني غير تجيني وفي غير مو كان خصني نخدم نزل ما عمل مزرعه نخدم سابق نجيبني بوعيش راني نفند فيها ود رغم الحجم مش في تجيبوا شي الكميه هائله بلا انسان هذه السور نيشان يعني ان عاشنا الدار يا ما هو سما ما هو سما هو سوانيتي يخصنا مرة خصنا مرة الأوهام وها الأوهام نسني خصنا نتجن غاصن أو راه قانا نخصني المسؤولين ذي نقي المعمل مرة الأوهام توهم أن نغز ذاك سوها نسني الأوهام الأوهام نسني نتجن غاصن مرة نيشان ذاك سن من قانا ثنين هميانيتين ذاك سنا مع وسوانيتين يخصنا أنا نتقدم للحجاج ماني صار فنتي ماني توا صار فنت عاشين ما داني التسويق ما داني داك المشروع وانيتين وقلت شي عاشين داني داني من داني القمني كوس فاكتورات الحجاج ما الدعم ذا في الجح مثلا ما كان نوعي في الجح الدعم تلقى شي نونزي شي ولا درهم لا شي نروح نلقى جيني نسول سبع شهود هيتو شي لا رزقينو وعسكهم واش ندعم معاك وعس الدعم وثاني تدور غا الدعم شمي تدور مثلا نروح نلقى مثلا نلقى المعمل المعمل مثلا المعمل قوف الجح المعمل اللي تكون ستاني خص سبعه ني خص ثمانيه التعاونيات مثلا نعم توقع لي ان التصويت قيد من يني باش هذاك رئيس نعم رئيس دونيك تسير المعمل تسمى ما خي القانون السوال نعم. خص القانون نعم باش انت كا رئيس رئيس تقص التصويت الاغلبيه مثلا نار 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 الرؤساء التعاونيات مثلا تشمي غاني رئيس عرس يتسير مثلا ذونيك تسير مثلا يتسير المعمل القسم شنو القسم الشغل القسم نبقى قاعد المعمل والشؤون نظني مثلا قاع المدير غنخثين غنخثين غا التسويق غاثر فيه مينس تشمي تحقق مثلا الارباح مثلا كانش مثلا خدمه كيس 30 سنه وسابقا شمانا يطفخ اما خينا وني خلواليد يعني واثقين واثق انت في الارباح مثلا التعاونية في الارباح يتذوروا في الجاح نعم شك 30 سنة خدمة ونحق حتى كيج العمو تحقق الارباح شو ذا توشي شيء غريب مريم وروح تشمي اذا تبقى غاسن ثير بعض المسؤولين ذي نقاس قنشين عماس دوخا نسور غاخذ نعاشين نقا ما نقدر ندوش قام هيك الارباح كان في الجاح خصني الارباح نيشان خصني التعويض مثلا حق الدين قدام المليار نعم قدام المليون قدام المهم الارباح قام شحال ماكس ولا ودر ولا ودر لا من السما غاس الاستثمار كفونا سان طبعا مرينا اربح مي غادي من اياش كاين واخا الارباح ني شروخ شك ما راه حق ذاني زداك سدي لي مثلا الطواد قال المعمل ني الطواد التسويق ني الطواد شي حاجه جاري به العمل وتجيبوا المشكل لان المشروعين ونش السم غادي نيشا تجيبوا المشكل لو كان المشكل ما يتقص ما يتقصر حال شكو 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 قال شقه الارباح ويدها شقاع ام الشغل روخا شك نشري نون السين مثلا ذي اللي نعيدها تسير ولا ذي فينا ما خدنا سابقا اشكون كي تقذبوا الجامع العام
المهم على حسب وريها مش قادرين تسمى يعني تسير وتجيبوه من انت على حسب وريها من فما هو انه تسير المعمل الحالي بالريف كي نجرو حاليا قمزوان بانه تسير كنت مشاوان شي وهم تراغين شي وخصين شي الافكار نكم يعني من بين الاسباب اللي جعلنا هذه فشل المعمل الاوانيتين واخا السي ولكن عرف حاليا مو كيتجا شحال تصاغض واش يغرى ميان وقريما شحال عرف روخا باش هذه ريني فوناسنا تسمى هذه رينا تسيرو ما قبر ومرا غاي فوناسنا ندان ما خروف لا روخ حاليا نرى راه عرف شي نستعمل ذاني تين عرف اغلبيا نستعمل مكناس مكناس يطول 23 عرف و500 غير 100 كيلو قنطة 100 كيلو هوني ذا قنطة هوني ذا قنطة 23000 23000 و500 شحال هذيك قبر؟ قبر راه نصاغي في راه نصاغي في قبر مثلا راه نصاغي مثلا 18000 مثلا 36000 37000 سوق قنطة مثلا سوق قنطة مثلا ولكن لو كنت في كور لو خا السيمانة يعني علان يعني 1500 يعني 15 درهم كي السيمانة إذا نكاوتها شكون خدمت الساغد شتي الساغد سوق نتاع الساغد ستون لان راه تليفون ناس اخر ربي شحال تغير التليفون ناس نروح شحال تبارك الله السيمانه مثلا باش هاد التليفون ناس نيشان هاد الشنزي 7000 حتى من راف درهم كذا ونص لان غايلا ونص 7000 درهم حتى من راف الشن من 100 رف السيمانه لان روح منايا اكواس منايا ذاك سرفيه لان لو ضفونا سفتش ميغادا نعم تصير إذا كيسرع عرف ست تدريج ذا النيداس مثلا إذا تشتا 2 كيلو ثلاثة أربعة حتى الثانية كدا شفاي غنطرى ذا النية كشفاي ذا النية العرف يمكن تصبح يمكن ما راه ما خرجتش غنزيا ومثلا رست لك 2 مليون 2 مليون من تيرين شهاني غير السيمانة 2 مليون إشهار أربع سوايع غدا تسالك نيفوناسن تحوج الماكله تحوج من قايد جيني روح حاليا مو تبان نيفوناسن مساكن يعني تعتق تنوى فوناس نعتق خمسين وذا يتشنشي تلوك تشنشي لأن ما غدا في نيريجين يا فوناس غادي يا وصك سلاح تسرع في ست دريج انت يتيري مليح الانتاج يتشاك مليح يتشاك الانتاج مليح هاتش ميت غدا في التقضى غاي جنيس فان العرف مثلا نتغي بدك شفا ويقيم شي ويقيم شي ينياك نعم سبدي لس العرف النا سبدي لس دين غير ميزان هاتش ميت غدا في يوغو يجل مودة مثلا نعاود يكون مصير وقاد وقيدا كيسرش كوما سي تسرق سداس اخويا فؤاد شكون بدا ديجا فجاحني دقنا كسب فوناسن الزوغ جاوبت سقسي سجخت ربعة هذه فجاحنا غاسني فوناسن هذي كسبنا انك شنين مور نحل المشكلة مسؤولين هذا نحل المشكلة هو يعني هذا نشنا رزقنا غنتاس هذا دار المعمل اللي يخدم يعني بوي ذي كيش ست شهور سبع شهور انا يمكن زمان نجي عاد انا انسيكي كي خصها ثانيتين من زمان تقاش كوا وراوا وراوا نيتين شقا راسني المسؤولين نتجان معنيين بالامر سواء الفلاحة سواء المديرية الفلاحة سواء الوزارة الفلاحة قاس من فضلكم عزم الثنغ المعمل خزات المسؤولين هنا واش ثان غارز قلنا من قاني في الجحني نيشاني في ناس نقرن بتاتا لان شموثنا تسعة غاين نظني ذا غاذ مثل موثنك تسعة غاين نظني مرسي غينا ميا غاذ مثل اي ثاني نتشمي غا فوق قواقي خسار مرد قيمة يجل كمية نطيرة خدمة مثلا في الجحة يخدم 600 مليون نهي يخدم 15 مليون يعني مرا يحو في الجحة ونيتي سيو إذا في الجهة ونيتين مغاية قاش إنو خي يقعن الإفلس تسمى الإفلس حقيقي ماشي زعما الإنسان يقول قالوا خش غايدة ذا خسار غايدة ذا خسار روح عين ذا والله سيدي راه غايدة خسار تقزز غير قاك حتى شي الإنسان أي إنسان يتفهم كينا ما راه تسمى قاك استقبال غي إنسان زيد دولة هي مسؤول مرحبا بها غايدة خش غايدة ذا خسار قاعد هذا خصان غير عدي 100 درهم ثاني يقزي شي يفون اسم توريك ثم اخي لان مغيا خصان اما خنا اما وساق ثغان اغسلك يفحون اسم المليون يحوني تاسنكم بزاف سلم مليون كشخص سلم مليون ماشي شكوى قاع منا نيتي فجحنا من النا صحيح لان شك سبع شهور تخيل سلم شي من غاز شتنا قاعد نتحذجة ابسط شيء 50 درهم هنا
اكونومي نس دواماني نس الا بنات ما راه اجى الانسان غا ساخ خدام وخا من تساوز تساوز قيد مو مثلا مثلا غا كان ربيع تساوز 19 غا كريا زكاة 12 غا خدام داك يعد المناين يعد 12 مناين يدور 12 إذا ما غلاك نيني جيني أفجاهم إلا نجا مليح الإنسان يتاوي 10 ميكيمية السي عيش زدك سي حاموشان الصغورة زدك سلا ويناس ونيت تغي تعيش كينا نهارات بحد لا 10 ميكيمية لا 5 ميكيمية صفر ميكيمية ناني تازي الجيب درهم لا يعني عاد سمر غد تم وعم يعني لعل وعسى متفائل على أساس اتغيري هذه شنو نحل المشكله واه صافي انا غادي تراجع يمكن شي المعني شي الانسان معني كي القطاع وانيتيني يمكن هذيني هذا مون كيف نجحنا مثلا يخص غا كيسن نبات يخص ندعم يخص نار المعمل نسني المنطقه مثلا شني ناطي راه غنغمر البرج نعم مثلا استنفع ذنيتين مثلا استنفع للمنطقة ونجي شي قار مثلا استنفع ذنيتين استنفع اقليم الحسيمة بكاملها نيشا يقليم الحسيمة غير استنفع المنطقة هي الكمر نعم كورشيا راه قد تذقم كان هذا الزيتون ذا الشجرات مختلف الالوان نعم ذنيتين مثلا غير ذنيتين مثلا عاود مثلا الخضر ركسيبات الشجار كورشيا هذا موجود ركسيبات الى تويت مثلا تويت 60 70 كيمية تويت تزيد مو تعيش ذاك ركسيف نعم نهرس سبدل مثلا سبدل البراج نعم أقدر أنك 70 جيمية يعني 70 جيمية يدور توتي تزيد السوق نعم مع ذلك وخما إلى الإنسان الطف الطف جيمانايا من يجي غزاغانا ويجي كل يجي مينيكا يجي تعيش غير مثلا زي السوق وها تشميتير يوم زع مثلا تيري تير تيري الخيرات غاب عارة مثلا جيمو بدون نعم زعوا عارة غي عينات كمل كمل وري نرى لا نرى تخزا قيل معملين المعملين قبل عنا نخفع وذي واقع روخا في الجاح من حيث غير التجم غير الجاح روخا في الجاح روخا يقيم قصن شينا مش في الجاح قصن شينا يحصر وخا خويا فؤاد يعني مسجز قوار نخوم كورشي ثوم في الجاح التعاونيات نغاكم نجن قيم حسيمه يعني نفس المشكل غاكم نفس المعاناه يعني فو ناس بوذي وتيري شي كيلي قليم مارا ودوسي مسؤولين على حل المشكله كاين يوقا تراجع يعني مهم الخصام زي الجيب نكوم يعني قام ستغير الله على وعسى ادياس حد هذه حل المشكل اللي حد الساعه وكم دياز وحد ثاني نجل الفكره الاستاذ نعم لو خاصني واش انا نغيفو ناس نسو كريد نعم يفو ناس واش انا نسو كريد خصني نقرب الفلاح نعم مثلا اش غايد غيفو ناس مثلا لو خاص يقيم موت شي علاقه غايده نعم مثلا يفو ناسنا من فريض موت رقع نعم اش غادي قيمه عامه خص غا تاسيت الدوله اش خص غا ماي زعما قطعنا مثلا غايس الحجاج ماشي مثلا نفو ناسنا موسى مثلا من الازمه يا ميك تجي روح مثلا يموت من يموت كيما يجي مثلا مثلا بكي غير الدولار وخا نشوخا مثلا قش هذا يدعن قد تاسنا اذا عاشين تاسنا عام ايه ها؟ تاسنا عاد عام تاسنا عام مثلا تاسنا كورشا قطع لكم شويه كورشا مثلا لو خال المعمل يمد ودا يقطع نشاي وكم يشني فوناسني يفوناسن شنو شنو خذ المعمل المعمل يعني المعمل لكم يقطع المعمل اللي ذا نغي يقطع ها ايوا التيشات مي ذا كيقضى التيشات كيج الحوجه اكس الكاشي المعمل ما انا هو قضى غير قدام الدرهم ولا انت المعمل رقي ودا قع المعمل رقي ودا مثلا ولا كان البنك القرض الفلاحه يا ما حقان اثنين قال حقا شي ناظر 12 ينزل البنك القرض الفلاحي القرض الفلاحي تودا شي يمكن هادو الشاخ ديازو قال انه هذاك راه القرض الفلاحي وتجي شي وشاكي كي تجي كي التجاره فهمت شي غا كي التجاره لان شي نروح بكره فونس وشي ناخذ 600 طرف فانك الارباح تجي شي وشي اللي يداويوها ناخذ دعم زيو شد دعم ادعم الارباح نعم إذا نروح ضروري نزود الشاد ياسر ذاك اللي عرسقينو لأن اش خدمه اش خدمه خدمه وشي غاك وشي غاك استثمار الخدمه عريضة كراينو خاش كتستثمر وتجي شي عاونخش اش عاونخش ديال المشروع ثم فؤاد تهريدا اكتفى سمنايا
يعني المعاناه نخوم المشاكل نخوم اكيد رساله غتوضع المسؤولين ان شاء الله على اساس الدخل الدوله، لان دخل الدوله شنو قاد الدوله قاد الدوله كلشي مؤسسات الناس الفلاحه الوزاره الناس السلطات الدخلين على اساس باش هذا فن الحل إيمانية، لانه ما يمكنش يفتح اقليم الحسيمه تمضي عن الطريقه يا ثانيتين هذا زون الحل الحلق ثغاسن غزان مخقان مع الخبراء بانه ذين غزان التجارب نيني نشحن نغني كي مناطق المغرب نغني ذين معامل نشحن هو نذاث والحسيم مع الاسف الشديد انت يتواس نقبر يتواس في الثمانينات تعتقد و ذا مزقارو ولكن وينجح شيء يفشر الدوله ما غلا غتعزم التحقيق كيما انايا غتعزم التحقيق غاس طريقين غاس مؤسستين على اساس باش هذا غزال ما يتجا الدفو ما يتجا الهلاك باش يعالج المنايا لان شي نقد باس الشكايات تجي شي نقي مكتوفين الايدي نقد باس الشكايات المسؤولين مثلا نقد باس الشكايات جميع المسؤولين مثلا نجان في القطاع وانيتي ولا نودي نجاوب حتى جن حاجه الا جن حاجه تجاوب انا نتزاكس مثلا تشمي غيتف الشكايه هنايا يتعرى انا نطق تفيد صافي كاينه وزمع جهل الامر وباش زعما قحق شي حاجه نقيقه والو يعني عن طراجة عن طراجة اذن يمكن هذه يمكن ان شاء الله يا رخي نتمنى نتمنى ان شاء الله نتمنى رخي لان المسؤولين يا رخي شنو نقطع بوينات ونقطع ونقطع ورخيب وتتجج للمسؤول شنو نتمنى رخيص السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.